بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله جدا ولذيذه بقى جدا جدا. بصوا، اول وصفه هنعمل بيكاتا الدجاج بالمشروب، وهنعملها من غير لبن حليب يعني او كريمه. هتطلع حلوه قوي قوي وسهله جدا، تعمليها كده على الغدا بسرعه. والوصفه الثانيه هنعمل البطاطس الفريسكس، هتبقى برضو ظريفه جدا، ولاد كلهم طبعا بيحبوها، وكلنا الحقيقه بتبقى مقرمشه كده ولذيذه، ان شاء الله تعجبكم. والوصفة الأخيرة هنعمل براونيز بالشوكولاتة، وصفة برضو سهلة جدا ومقاديرها بسيطة جدا للبراونيز، هتجربوها وهتطلع خطيرة إن شاء الله. نبتدي بالبيكاتا، بيكاتة الفراخ بالمشروم. معايا أربع صدور من الشرائح الفراخ، عايزينها شريحة لا تبقى رفيعة قوي ولا تخينة قوي، حلوة كده تمام. الفرارجي بقى، مش الجزار، الفرارجي او الجزار، هيقطعها لك شرايح كده سميكة سنة معقولة. هنحتاج كوباية من المشروم برضو متقطع شرايح. المشروم هيبقى ظريف معاها، ما بتحبيهوش ومش عايزة يعني تحطيه معاهم، هتبقى بصراحة مش لذيذة يعني. هو المشروم اساسي في الوصفة. معايا فصين من الثوم المفروم، مكعب زبدة، معلقة كبيرة من الزيت، 3 معالق كبار من الدقيق. هنحتاج تقريبا كوباية شوربة او ممكن اكتر شوية علشان نعمل صوص حلو كده. عصير ليمونة واحدة بس او ليمونة صغيرة، يعني هنقول معلقة صغيرة من عصير الليمون. ومعايا كمان معلقتين كبار من البقدونس المفروم عشان نرش عليه في الاخر. وطبعا هنحتاج ملح وفلفل بس. خلاص، وصفة سهلة جدا جدا ولذيذة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. احنا بقى ايه، نيجي هنا نختار مثلا على قد الطاسة اللي معايا دي، 1 2 3 4 مثلا، ممكن تاخد واحدة كمان، 5 كده على قد الطاسة اللي معايا متهيألي، صح؟ ناخد واحدة كمان، 6، يلا نلزقهم جنب بعض بقى مش مشكلة. هرشهم بقى ملح وفلفل، تمام اهو ملح. يعني لو الطاسه كانت اكبر كنت عملت الكميه كلها، بس طبعا الطبيعي ان احنا نعملها على مرتين، بس احنا بقى عشان في البرنامج عايزين ايه، نخلي بالنا من الوقت ما يجريش مننا. انا هعمل اللي على قد الطاسه، وبعد الحلقه بقى نكمل الباقي بقى، ونطلع الباقي اللي في التلاجة بقى ونعمل وناكل كلنا. ملح وفلفل على الجنبين، ملح فلفل بس. وطاسة بقى سخنة على النار، هنحط فيها زبدة وزيت، بس نظرا انها سخنة فاحنا هنحط الزيت الاول عشان الزبدة متتحرقش ولونها يتغير، مع ان في الوصفة دي لو الزبدة خدت لون شوية هتبقى ظريفة جدا مع الوصفة دي تحديدا، مش كل الوصفات. هنحط زيت الأول، وهنحط كمان مكعب واحد بس كده زيت، وهحط مكعب تاني بس بعد ما نحط الفراخ كده. وناخد بقى الفراخ نحطها كده، عايزين الفراخ ايه، تاخد لون حلو كده وتستوي. كده اهو، يدوب على قد الطاسة دي كده، منديل نغطي بيه الفراخ دي، نحطها كده ورا عشان بعد الحلقة نبقى نعملها برضو. انا عايزه ايه، الفراخ تاخد لون وتبقى جاهزه علشان ايه، هنشيلها ونحط بقيه المكونات اللي هي الشوربه، شوربه فراخ، المشروم، الثوم،
الدقيق، بقدونس، وطبعا معايا لسه زبده كمان. من حلاوه الوصفه دي بقى ايه؟ انها بتاخدش وقت وطعمها لذيذ، ومناسبه جدا لاي حد عنده مشاكل مع الكريمه الطبخ او اللبن، فهي في جميع الاحوال وصفه يعني ممتازه. ولما هتدوقيها هتلاقي ايه ده، يعني ده يمكن كمان طعمها يبقى احلى من اللي بيبقى فيها صوص كريمه، يعني كريمه طبخ او لبن. جربوها بس. طبعا انا النار على نار عاليه، اعلى حاجه عشان ايه الفراخ تاخد لها صدمه كده محترمه وتستوي، وتبقى في نفس الوقت من جوه جوسي كده، يعني ما تبقاش بقى ناشفه، بقى ما تسويهاش لدرجه انها تبقى ناشفه. موضوع التسويه ده يا جماعه في الاكل مهم جدا، لا يقل اهميه عن المقادير. يعني الوصفه مش مقادير بس انا هاخد المقادير وخلاص، لا، مهم جدا التسويه. لو انت عامله المقادير بالظبط واستوى منك زياده عن اللزوم هيبقى مش حلو، او طبعا بقى ني برضو اكيد مش حلو حتى لو نفس المقادير بالظبط. سنس التسويه ده بقى بيجي بالممارسه كتير في الطبيخ، يعني الواحد مع الوقت في كل مره بيلاقي نفسه ايه اكتشف حاجه جديده وخد باله من حكايه كده ايه ليها علاقه بكل وصفه، فايه هتبقي خطيره. زي ما انتوا عارفين دايما بقول ان الطبخ سهل، هو بس ايه يعني نرتب نفسنا كده ونحضر الحاجات قدامنا ونحط الحاجة بالترتيب، وعيني على اللي انا بعمله عشان ما يتلسعش اكتر من اللازم، لان طبعا ما بيبقاش لي حل يعني لو اتلسعت قوي. تبقي مركزة كده تعملي اكل حلو قوي. كده هي كده يعني استوت بنسبة 90%. ادي الطبق لسه بعد ما اعمل صوص هرجعها تاني في الصوص بتاع 4 دقايق كمان ولا حاجة، وتبقى خلاص استوت، مش محتاجاها تستوي اكتر من كده عشان ابقى محافظة على الجوس بتاعها من جوه، تبقى الفراخ كده جميلة متبقاش ناشفة. هعمل ايه بقى؟ هنحط زبدة كمان وهنزل بالمشروم الاول، عايزة اشوح المشروم. مكان تحمير الفراخ كده، عايزة بس كده ايه يدبل سنة وياخد من التحمير اللي احنا عملناه للفراخ. كده تمام، اول ما دبل كده ولون على طول انا كده في ايه في السليم. هنقوم حاطين ثوم، كل ما احس انه محتاج زبده مني كده احط، حطيت كمان مكعب زبده كده. الله على ريحه الثوم. معايا بقى الدقيق، اول ما شميت ريحه الثوم خلاص بحط ايه الدقيق معاهم كده بالشكل ده، وارجع بقى ايه افك كل ده بالشوربه. بس هيعمل لي كده صوص لطيف
خلي بالكم انا ما قرصتش على المشروم قوي، علشان لو انا حطيت له دقيق وحطيت له شوربه ممكن بقى تلاقيه اتقطع واتهرى كده واتفرم اتهرس، ما بقاش ماسك نفسه. فبمجرد ان المشروم لقيتيه لون حطي على طول الثوم، بعد ما تشمي ريحه الثوم على طول الدقيق كده يعني. حط ملح وفلفل كده. عايزه بقى ايه، احط معلقه صغيره من عصير الليمون، بس كده تقليبه كده كمان، وهنرجع الفراخ تاني في الصوص اللطيف ده بالايه، بالميه اللي نازله من الفراخ دي كمان، نحطها كلها. بس كده ههدي النار واسيبها بتاع مثلا 4 دقايق زي ما اتفقنا. كده وهتحتاج بس كمان رشة بقدونس، ويبقى ال ال الايه الايه ادي البقدونس. انا هحط رشة دلوقتي، ودي بقى البيكاتا بالمشروم جاهزة. ريحتها ظريفة، ريحتها ظريفة قوي، تجوع. احنا كده نطلع فاصل، الم اللحويس اللي معايا دي كلها، وهي خلاص 3 دقايق وهطفي عليها ونغرفها سوا علشان نعمل البطاطس الفريسكاس. خليكم معانا. انا جيت خلاص، الفراخ استوت، البيكاتا بالمشروم اهي، اي خطيره جدا. نحطها بقى في الطبق، نقدمها مع بعض قبل ما نعمل البطاطس الفريسكس. بصوا بقى ايه، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، بس انتوا جربوها. كده وكده الصوص بقى اللطيف بتاعها ده، ممكن كده ايه نحط عليها كده شويه من فوق مع المشروم، بس كده ونشيل بقى دول. عايزه اروق الطبق، جربوها ان شاء الله، متاكده انها هتعجبكم خالص. بس كده عايزه بس كده رشه بقدونس كمان، عشان انا بحب البقدونس بس مش عشان حاجه تانية. كده وبالهنا والشفا. ونبتدي بقى في مقادير البطاطس الفريسكس الخطيره. بصوا يا شباب، بطاطس الفريسكس معايا، بطاطس تحمير. احنا عايزينك تروحي من عند الجزار، تقول الجزار قصدي تروحي عند الخضري. انا علقت على الجزار خلاص. تروحي عند الخضري تقولي له انا عايزه بطاطس تحمير، في بطاطس طبيخ وفي بطاطس تحمير، اللي احنا هنستخدمها بطاطس تحمير، هما بيبقوا عارفين، صعب انت تفرقي ما بينهم يعني. هنقطعها صوابع رفيعه خالص زي البطاطس العاديه المحمره اللي احنا بنعملها. هنحتاج بقى نعمل خليط كده نغطس فيه البطاطس دي علشان تبقى فريسكس كده ومقرمشه ولذيذه. عباره عن ايه، 2 كوباية من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح، عليهم معلقه صغيره من الفلفل الاسود، او هنقول نص معلقه صغيره فلفل اسود عشان ما يكترش قوي منك، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من البصل الباودر، معلقه صغيره من الثوم الباودر، ومعلقه صغيره من الكركم. ممكن نقلل الكركم شويه عشان برده ما تبقاش صفره قوي، خلي بالك يعني، خلي عندك كده ايه في الموضوع التوابل ده سنس شويه، ما تبقاش الدنيا ندلق كده، فاهمين قصدي.
هحتاج كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر وميه حسب الاحتياج. ممكن نحط كمان نشا لو عايز تحطي معلقه كبيره من النشا هتدي المزيد من القرمشه. ميه دافيه بسيطه كده عشان نعمل ايه الخليط اللي هنغطس فيه البطاطس. معايا زيت غزير للقلي وطبعا البقدونس وبس. انا عايزه احط ده هنا كده ونطلع بوله بقى نعمل فيها الخلطه. ادي الدقيق هنحط عليه الملح تمام والبصل الباودر والثوم الباودر والبابريكا كركم والبيكنج باودر. ممكن كمان زي ما اتفقنا نحط عليه معلقه كده كبيره كده محترمه من النشا هتبقى حلوه جدا. ومعانا المضرب ده كده نقلبهم الاول لوحدهم وهجيب بقى الميه. فين الميه اهو علشان نعمل لها سمك كده. بس احنا ممكن نزود الميه دي بميه الكاتل فتعمل لنا ميه دافيه. كده تبقى ميه ايه دافيه. كميه الميه مرتبطه بالسمك الظريف اللي المفروض ان انت تعمليه، ما تبقاش تخينه قوي ولا خفيفه قوي، يعني زي الكريب كده مثلا او اتخن من سمك الكيك بشويه. وانا حطيت ملح وفلفل انا مش فاكره، متهيالي ما حطيتش ملح لا حطيت ملح بس لكن ما حطيتش فلفل. صح فلفل فلفل كده بصوا السمك ده السمك ده هايل مش هحتاج ازود اكتر من كده. بس كده واخدين بالكم من سمكه عامل ازاي اهو زي سمك الكريب واخف شويه من الكيك هو ده. بصوا واخد لون ظريف جدا علشان البابريكا وعلشان الكركم. بصوا بقى البطاطس متقطعه اصابع مش عايزينها تخينه قوي يا جماعه، خلوها رفيعه كده عشان لسه هتتغطس في الخليط ده فهينفخها لوحده فمتبقاش بقى بطاطسيه كبيره قوي كده، وعشان كمان نضمن انها استوت في الزيت وهي بتتحمر. بص كده هتعلنا يا استاذ احمد لو سمحت، عايزينها بطاطس متقطعه رفيعه رفنوعه. ايوه رفنوعه خالص كده تمام. هنغطسها بقى في الخلطه الحلوه دي وعلى الزيت على طول. بس في حاجه مهمه لازم تعمليها ان انت هتعملي ده واحده واحده مش كلهم مع بعض والا هتلاقيهم لزقوا. انا كده ايه هحط كده واحده كده وفي الزيت السخن كده اهو بقى تلاقوا شكلها بقى ظريف. انا عايزه بقى اهدي العين لان الزيت سخن قوي، هو الزيت يا اما يسخن قوي يا اما ما يسخنش خالص يعني عكس عكس مغلبني كده. كده اهو هتلاقيها بقى اتحمرت واتنفخت وبقت كرانشي كده لطيفة. ولو عايزاها كرانشي اكتر زي ما اتفقنا حطي نشا. بس كده هوطيت النار لان الزيت كان سخن جدا جدا فانا هديت النار دلوقتي فهتلاقوها خدت لون بس ايه لسه ما استوتش شوية فانا هستنى عليها. بس انا مطمنة انها مش يعني مش هتغمق اكتر من كده لان انا هديت النار خالص. انتوا برضو خلوا بالكم الحكايه دي عشان البطاطس تاخد وقتها في الايه في التسويه وبس. وهتطلع حلوه بقى زي اللي في الطبق كده. هتهنى كده يا استاذ احمد لو سمحت بطاطس الاموره الحلوه الجوعه اللي هناك دي. ايوه جميله جدا جدا. واللي معايا هنا برضو بس اللي معايا هنا لسه محتاجه انها ايه اسيبها كمان شويه تستوي
بس كده، وتتاكل في ساعتها بقى وهي سخنه، لما بتبرد شويه بصراحه ما بتبقاش لذيذه. ممكن يا استاذ احمد، معلش والله تعبينك، تجيب لنا اللي في الطاسه دول شويه دول لو سمحت. اهو لو بصوا سامعين القرمشه، انا بحاول كده ايه، اهم مقرمشين وزراف جدا، عايزين بس دقيقه كمان وبعدين اشيلهم. عشان كده بقول لكم قطعوا البطاطس رفيعه على قد ما تقدروا عشان نضمن انها استوت كده. وبالهنا والشفا الولاد هياكلوها وهتبقى خطيره. احنا عندنا فاصل الم الكلام ده كله عشان هنعمل بقى وصفه اللي جايه، وصفه براونيز بالشوكليت. وصفه سهله جدا جدا وبسيطه خالص، ما فيهاش حاجه، ببيضه واحده بس، حاجه يعني سهله قوي هتعجبكم جدا بالليل كده مع كوبايه شاي بلبن، ده خطيره. استنونا بعد الفاصل، سوف اعود ان شاء الله. انا جيت صوص البطاطس بقى مقرمشه ولذيذه جدا جدا جدا، تحفه، ضروري تجربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. انا هحطها مع اللي هناك، بس تعالوا الاول اقول لكم على مقادير البراونيز عشان نلحق نعمله ونجهزه. لو سمحت يا رأفت انا عايزه المضرب اليدوي لو سمحت، عشان انا استخدمته في الخلطه اللي فاتت ومحتاجاه في البراونيز من فضلك. بصوا بقى، معايا نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه زبده طريه، تمام. معايا بيضه واحده بس، معلقه صغيره طبعا من الفانيليا. هحتاج كوبايه سكر، سكر عادي مفيش مشكله، عايزه تحطي سكر بني مفيش مشكله، عايزه تحطي على السكر العادي معلقه كبيره من العسل الاسود عشان يبقى بني، هيبقى برده ظريف جدا، بس انا هستخدم السكر الابيض العادي. معايا معلقه صغيره من الفانيليا، انا قلتها صح؟ اه. معايا ربع كوبايه من الكاكاو الخام، 3 ارباع كوبايه دقيق، ربع كوبايه كاكاو و3 ارباع كوبايه دقيق، يعني مجموعهم كله على بعضه بيبقى كوبايه، تمام. احنا هنعملها وهنعمله طبعا بالشوكولاته وده بيبقى احلى براونيز يعني. فربع كوبايه كاكاو، 3 ارباع كوبايه دقيق، ورشه ملح. وهحتاج شوكولاته سايحه، الكميه بتاعتها بقى مش هتفرق، يعني احنا عايزين نحط كده على العجينه من فوق الشوكليت السايحه، شوكولاته مطبخ بتكسريها بالسكينه، بتحطيها في المايكرويف 30 ثانيه وتطلعيها تقلبيها، دخليها المايكرويف كمان مره 30 ثانيه لغايه لما تلاقيها ساحت معاكي، او تسيحيها على بخار مائي، فيبقى عمل صوص شوكولاته ظريف نقدر ايه نحطه على وش عجينه البراونيز قبل ما ندخلها الفرن وبس خلاص. نظرا ان لسه ما جاش المضرب، فانا هعمل بالسباتيولا بقى وامري الى الله. تعالي يا سباتيولا. اول حاجه البيضه نحطها هنا، نحط معاها الفانيليا. فين الفانيليا؟ اهي. ممكن بس كده ايه شوكه عشان اطمئن ان البيضه اتضربت كويس كده. بعد كده بنحط السكر، نقلب كده ايه البيض والسكر كده. تمام. بعد كده بحط الزبده كده اهو، زبده طريه او بدرجه حراره الغرفه، ما تبقاش ساقعه بقى هتبقى غلسه معانا قوي واحنا بنقلب بقى وكده هتضايقنا كده. كده اهو تمام التمام. عندي بقى الدقيق، هحط عليه رشه ملح، ومعانا ربع كوبايه كاكاو وثلاث ارباع كوبايه دقيق، بس انا عايزه احطهم في بوله اكبر شويه كده اهو وكده اهو، ونقلب ده كله مع بعضه، الدقيق مع الكاكاو
هنحطه وبعدين نضيف معلقتين او معلقه كبيره من اللبن، يعني انا قلت نفس المقادير اللي طلعت قدامكم على الشاشه، وهنضيف لها كمان معلقه لبن معلقتين عشان بس ما تبقاش جامده قوي معانا، نعرف نفردها في الصينيه مش اكتر من معلقتين يعني. هنحط كده خليط، نحط كل مره واحده ما فيش مشكله، وايه ونقلب كويس ونعجنها كده كويس. طبعا كتلة تبقى كتلة عجين تقيلة كده اهو. كده بصوا بتبقى تقيلة جدا، هتبقى بس محتاجة معلقة واحدة بس من اللبن او معلقتين بالكتير، فانا هحط معلقتين من اللبن كده بس كده. عايزه اقول لكم بيطلع براونيز بقى يعني خطير. نقلبه بس كده كويس ونضمن مفيش ابدا اي دقيق باين ولا حاجه بس كده. هي بس كده. هنعمل ايه بعد كده؟ استنوا اما اشيل الكلام ده واقول لكم حالا. هجيب بقى صينيه تارت او صينيه براونيز اي حاجه اللي موجود عندك. انا عندي الصينيه اللطيفه دي، ضروري ان احنا ندهنها زيت ونحط لها كمان ورقه زبده، يعني امان كده وزياده ايه اطمئنان عشان ما نلاقيهاش لزقت مننا وضايقتنا. كده ورق زبدة بس كده، ونقوم واخدين خليط البراونز ده حاطينه وفردينه فيها كده. عايزاها بقى ايه تتفرد وزعيها كده على الصينيه، بيطلع سمكها معقول ما بتطلعش ولا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. وانا طبعا محضره واحده هوريها لكم حالا في نفس صينيه زي دي بالظبط. طب ما نجيب معلقه بقى لحسن بتاع دي ضايقتني. تقيله جدا. هو بقى ده البراونيز بقى كده يا جماعه، مش كيك بقى، بيبقى مكتوم كده. خلوا بالكم طبعا مش هتلاقوها بقى زي الكيك بقى طريه وبتاع، لا دي بتبقى مكتومه ورقيقه، خصوصا الناس يعني اللي هم ايه ما جربوش البراونيز قبل كده، بس هي طعمها لذيذ جدا كده اهو. كده اهو حاولي بقى ايه وزعي كده بالراحة علشان يبقى سمكها كله قريب من بعضه، وهي كمان لما بتدخل الفرن يعني ايه بتتظبط. يتبقى بقى اخر شيء اللي هو صوص الشوكولاتة، هجيبه من المايكرويف عشان اقول لكم انا هعملها من فوق ازاي. فهي ايه حته كده ايه اهو كده شوكولاته خام زي ما اتفقنا، شوكولاته مطبخ. هنسيحها بس كده ونحطها ايه على الوش كده من فوق، هتعمل طعم حلو قوي للبراونز. وجميع الاحوال يا جماعه ما تدبوهاش قوي، كل بني ادم ياخد قطعه واحده بس. يعني بلاش الافتراء كده اهو.
بس كده خلاص. فرن سخن درجة حرارة 180، 12 دقيقة 15 دقيقة في الرينج ده، مش اكتر من كده. ما تسيبيهاش قوي لغاية ما يعني تتحرق او تتلسع ولا حاجة. سهلة جدا. هجيب لكم بقى اللي انا عاملاها عشان نقدمها مع بعض قبل الحلقة ما تخلص. فين الحلوة اهي؟ بس بقى ورق الزبدة يخلي الواحد بقى ايه مطمئن كده، يطلع الحاجة بتناكة كده، تطلعيها لهم مش لاقي لزقت بقى وتبقي يا جماعة اعمل ايه. ركزوا يا جماعة ركزوا. اه ده ورق الزبدة لزق. لا شفتوني وانا بنصحكم؟ لا شفتوا الحركة اللي انا بنصحكم فيها دي؟ يعني لا واثقة في نفسي قوي. اه ورق الزبدة لزق. ده نوع ايه ده يا رأفت؟ ورق الزبدة ده شكرا يا رأفت. هنجيب السكينة بقى نقطعه. هنجيب سكينة ونقطعه يا جماعة دلوقتي ووريكو. بس ما تقلقوش هي خطيرة. اهو سلام ان شاء الله ربنا يسهل اهي وهتسلك. ورق الزبدة بقى لما بيبقى مش قد كده يقوم يعمل الحركات دي. يا سلام عليك يا ورق الزبدة ده انت يعني. بس خلوا بالكم بصوا سمك البراونيز عامل ازاي. ما بتبقاش تخينة يا جماعة، وبصوا بتبقى رفيعة ومكتومة، ما بتبقاش مفرغة زي الكيك. هو ده الفرق يعني، خلوا بالكم. الناس هنا بتضحك عليا، انا خلاص البرنامج فشل باين. طب يا رأفت استناني على نصة البرنامج بسبب الورق الزبدة اللي لزق ده كده اهو. انا هسلك بقى ورق الزبدة ده يا جماعة، بما ان انا الشيف البرنامج هنا، بعد الحلقة هقعد اسلك فيه عشان نعرف ناكل البراونيز. كده اهو. لا وانا جايبة فراولة بقى عشان ازينه بالفراولة. يلا. اه خلاص بقى فراولة ايه لما نشيل ورق الزبدة الاول. نقعد بقى ايه، كان نفسي بعد الحلقة دي اروح، مش هروح بقى اقعد اسلك ورق الزبدة. ماشي يا رأفت. طب انا هقدمه لكم كده دلوقتي. بصوا اهو، ما تطلعليش بقى ورق الزبدة يا استاذ احمد لو سمحت. مصر كلها عرفت خلاص. مش كده اهو، والله حرام برضو الفراولة. لا هحطها كده اهو كده اهو. بس مش هقدر اشهيصه اكتر من كده. ليه؟ لان انا كان ممكن احط صوص شوكولاتة بقى وبتاع، لكن لا انا لازم اسلك ورق الزبدة بعد الحلقة وبعدين احط صوص شوكولاتة، وهنزل الصورة على الفيسبوك تفرجوا عليها بعد ما تشال ورق الزبدة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. عملنا ايه بقى النهاردة مع بعض؟ عملنا اول وصفة البيكاتا بالمشروم، وصفة سهلة جدا وظريفة، ما فيهاش ولا كريمة ولا فيها لبن، فحلوة بقى جدا وسهلة كده وسريعة. والوصفة التانية عملنا البطاطس الفريسكس الخطيرة، مقرمشة كده ولذيذة وكل المقادير بتاعتها موجودة في البيت. واخر وصفة عملنا البراونيز بالشوكلت اللي لزق فيه ورق الزبدة. انا عارفة خلاص كده الموضوع باظ. هاتوا ورق زبدة حلو. اتفرجوا عليا كل يوم الساعة 2 على قناة النهار. باي باي.